بصراحة هذا أفضل محل اللي اشتريت من عنده أنا والصديقة. اي حاجه من طرفك حيكون عليها خصم. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت الخواتات كذلك أمهاتي الغاليات، شخباكم ولاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بالصحة والسلامة وطول العمر، وباش ما كتمناو يا رب. اليوم إن شاء الله جولتنا في سوق العتيبية، هذا غادي يكون الجزء الثاني. شاركت معكم الجزء الأول والجزء الثاني، يلاه كتب نحطو لكم، كنت نحطو لكم أمس. فمشيت أمس تقديت من سوق الكاكية الخضراء والحوت، فجيت عيانة وما قدرت نحطو لكم. فبالنسبة لما تفرش في الجزء الأول روحوا تفرجوا فيه، راه مشاركة معكم القنيدرات، مشاركة معكم محلات الذهب، القنيدرات بالثمن ناقص من 60 ريال. المهم حبايبي، وبالنسبة اللي تيقول يا أم فيصل شاركي معنا الشارع الجزائريين، إن شاء الله بإذن الله نشارك معكم في مطاعم، في كذلك محلات بإذن الله. المهم مادام بغيتو إن شاء الله نشاركو معكم، فكنحاول نشارك معكم البلايص اللي كتقداو منها بحال شكل العبايات بخور. فبغيتو هاد الشريط ان شاء الله نشاركو معكم باذن الله. المهم بالنسبه للناس اللي كيبغوا الشينط، شوفوا كما كيبان لكم الشينط على الشارع، وفي واحد المحل سميتو مركز الغير التخفيضات، راه تا هو جا على الشارع في سوق العتيبيه، راه تا هو عنده الفوقيات القنيطات، ديجا مشاركه معكم. المهم حبايبي غنشارك معكم واحد ثلاثه المحلات ديال العبايات، وغنشارك معكم محلات ديال الشينط هذه المناسبات بسعر صراحه مناسب. كيبان لكم الطوبيس راه كيجيبكم من الحرم رقم 11 ورقم 10، كيحطكم امام المحلات. شاركت معكم هذا المحل صراحه عنده عبايات زوينين، ولكن صاحب المحل ما كيتفاهمش ما تينقش، فشاركته معكم بالنسبه للبنات اللي كيبغوا العبايات طبقات. المهم وشاركت معكم واحد 2 محلات، واحد المحل جا في التوبتين فتح جديد حق العبايات، قالت لي صاحبه المحل اللي جا من طرف كي راه سعر خاص، راه شفتو في بدايه المقطع كما كيبان لكم بروس تفرج، غندخلوا مع هذه الزنقه. هذه الزنقه اللي تنقول لكم دائما راه فيها العطار اللي تنقول لكم كيبيع البخور وكيبيع شيء كثيره، والمحل ديال بديل الذهب، ومحل اللي هو محل نوف. طولوا مع الزنقه، طولوا حتى النهايه غتلقاو محل نوف ومقابل مع محل ثاني وجنبه محلات العبايات، اسعار تخيلوا ب60 ريال والله العظيم. في محلات اخرى صومت انا وواحد السيده تخيلوا ب100 ريال، فهنا ما شاء الله ب60 ريال كيبيعوا بواحد الثمن اللي ناقص. رشاكت معكم في الفيديو الاول الاسعار. المهم هنا محل ثاني غندخل انا وصاحبتي، صراحه عنده شنط حق طلعات حق المناسبات، تخيلوا اي قطع هنا ب60 ريال، فاذا خدتم عنده كم حبه راه يخلي لكم ب50 ريال. وكذلك عنده شنط حق السفر، عنده شكلات صراحه اللي غزاله، شوفوا هذا الشكل، عنده اشكالات كثيره، فكل واحد كياخذ على ذوقه، فالاذواق تختلف. فانا كنحاول نشارك معكم غير افكار، واذا تبغوني نشارك معكم محل خاص بالشنط والحذيان خلوا لي التعليق، فما شاء الله في عده محلات. المهم ان شاء الله من وراء الفيديو هذا نحط لكم محل جا في عند الحرم، ما تحتاج لا طاكسي لا طوبيس. بالنسبه للناس اللي كيبغوا الذهب قال لي ام فيصل شاركي معنا محلات ديال الذهب قريب، فصراحه راعي المحل قال لي ام فيصل اللي جا من طرفك ان شاء الله سعر خاص، فان شاء الله غنحاول نشاركو معكم. وكذلك المحل ديال المخاور غير ب60 ريال، ولا ختي عنده كم حبه يخلي لك غير ب50 ريال. اش بغيتو اكثر من هذا الشيء؟ والله العظيم ام فيصل كتجيب لكم الهوته. المهم ما تنساوليش من اللايك وتبارطاجيو القناه مع احبابكم وعائلتكم، ولا يحرم اي واحد من زياره لهاد الارض المباركه يا ربي. شوفوا تبارك الله شكيلات لي فني غير 60 ريال، والله العظيم راعي المحل صراحه طيب. فانا كنشارك معكم المحلات اللي طيبه، ترى ما شاء الله محلات بزاف، انا البلاصه كنتقدم منها فكنحاول نشاركها معكم كفكره ونفس الوقت كافاده. ما شاء الله نتوما تنصحوني وانا ننصحكم، فانا بعد مرات كندير الاغلاط، كيدخلوا عندي الامهات والخوات يوم فتلات تبقى دير ديك الحاجه، فانا كنسمع كلامكم، انا نفيدكم وانتم تفيدوني، ولا يخطيكم عليا، راكم عائلتي والله يكبر بيكم. صراحه الموديل صراحه عجبني ديال الشنط، هذا محل بديل الذهب، بديل الذهب بالنسبه للناس اللي كيبغوا المضيمات، كيبغوا الطقومه اللي كيعمروا العنق، ما يقدروش يشتروا الذهب، صراحه عندوش حاجه اللي زوينه. والمحل هذا فاش كيعجبني والمميزات ديالو، فتيقول لكم ها الاشياء اللي كتغير وها الاشياء اللي ما كتغيرش، بحال داك المحل اللي كنشارك معكم ديال الاحجار الكريمه والزمرد، صراحه داك المحل تا هو راه طوب، راه من المحلات اللي كبيره في مكه وكيشرو من عندهم السعوديين. فانا كنشارك معكم المحلات اللي موثوق فيها، يعني الناس ثقه،
فراه ما شاء الله عده محلات. وكما تنقول لكم راه ما تنديرش اعلانات، انا راه كنشارك معكم من وين تقدا ومن وين تفيدوا نفسكم. اما الاعلانات الناس اللي كيتخلصوا عليها انا راه غير اجر واجر وكناخذ من وقتي ليكم. فاهم حاجه ما تنسوش داك اللايك باش الناس اخرى هما يستافدوا. شوفوا تبارك الله الطقومه اللي كتجنن، والاسعار من 10 ريال 15 ريال، دوك الطقومه ما شاء الله من 30، شي حاجه اللي زوينه تعمري بايدك وحكا في مناسبات. هذا هو سميه المحل بديل الذهب، وجنبه العطار. العطار صراحه انا كان الحاجه اللي كنبغيها كنجي نتقدم عنده، واسعار صراحه مناسبه. المهم حبايبي شوفوا هذا المحل، هو اللي قلت لكم ديال السيده جات في التوبتين، راه السعر خاص باذن الله. هذا على كم؟ هذا على خصم، كان سعره 120، بعد الخصم تاخذيه على 80 ريال. شي كذا تشكيله عندهم عروض هذا المحل. هذا المحل في التوبتين صح؟ ما شاء الله فتحوه في التوبتين. شوفوا ما شاء الله 35، هذه حق 35 3 بكم؟ 100. 100 عندهم معرض هذا المحل جا في التوبتين. شوفوا هذا المحل جا في التوبتين. شوفوا بالنسبه اللي جا من طرفي ان شاء الله اي حاجه جا من طرفي حيكون عليها. الله يعطيك العافيه، والطرف ام فيصل. المهم هذا المحل جا في التوبتين مقابل مع هذا المحل. المهم حبايبي هذا هو المحل اللي قلت لكم صراحه عنده عبايات وخزالين، ولكن ما كيتفهمش عنده عبايات من 35 بدون طرحه، عنده عبايات من 60 50 80 90 100 110. كما تيبان لكم عنده عبايات طوب، ولكن ما تيتفهمش. تنقول لكم دائما ما تزربوش من محل لمحل، فكنحاول نشارك معكم افكار. جيبي شنطه كبيره حطي فيها اغراضك، شنطه حق 10 كيلو باش لما تشتري اغراض ما تدوخيش، جمعي فيها كل شيء وتكوني متحكمه فيها وتعرفي الدوري وكتشوفي الاسعار. كذلك كنشارك معكم هذا المحل، تو اسعار صراحه عنده مناسبه، عنده عبايات، عنده الشيلان، عنده الفوقيات، عنده كل شيء. وبالنسبه للطاكسي انت يا 5 ريال وصاحبتك 5 ريال، تكونوا ثلاثه وتفاردوا وتجوا في الطاكسي افضل لكم من الطوبيس. شوفوا الموديلات غزالين عندهم. الاسعار هنا كم؟ شوفوا هنا ب 75 وهنا من 60 ريال. المهم هذا المحل ديجا انا مصوره ليكم، عندهم الشيلان عندهم كل شيء ما شاء الله. شوفوا محلهم راه كبير انتم، شوفوا ما شاء الله انتم ما شاء الله. هذا المحل ديجا مشاركه معكم، عندهم كل شيء من 2 ريال. شوفوا ايوه هذا وين الاصاور، وهنا على كم الحبه؟ المهم هذا هو المركز، مركز الهدى، مركز ما شاء الله كبير عندهم كل شيء. هنا الطاقيات اطفالي ولا كبيره؟ وهذا هو المحل اللي بغيتكم تجيو تشرو من عنده العبايات. صراحه عنده ثمن اللي رخيص، وعنده عبايات ديال 35 فنين، وحتى حنا غادي ناخذ منهم انا والصديقه ديالتي عبايات صراحه فنين ولكن ديال 35 بدون طرحه. اما عنده حق 50 60 70 ما شاء الله، اسعار ما كتوصلش حتى ل 100 ريال. شوفوا هذا الشكير ما شاء الله 35 بدون طرحه، في عنده بالطرحه. نتوما واختياركم ما شاء الله. بالنسبه اللي كتبغي تشتري هدايا لخواتاتها وهذا، راه ما شاء الله هذا المحل ينفعكم، وغنوريكم معاش مقابل وفين موجود. خليكم مع الفيديو لينا. شوفوا هذه ب 35 شي حاجه اللي طوب، قسما بالله ان القماش روعه. درنا 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 ورجعنا عنده، اخذنا من عند هذا ازرار، وهذا الموديل اللي اخذنا منه احنا صراحه غزال. شوفوا مره حلوه الكم نفس اللي تحت. هذه يا بنات من 35 بس بدون طرحه، وهذه اللي بيحب الملونات ما شاء الله عندهم. شوفوا وهذا على كم؟ من 35 ريال. شوفوا نفس التشكيله اللي فوق، وعنده مرايا ما شاء الله بالنسبه اللي بغى تقيس وصافي. قصاريه ما شاء الله كبيره، شوفوا ما شاء الله انتم. المهم كتدخلوا مع القصاريه كتجوني شا كتلقاو اسم المحل ريتاش، هذا صاحب المحل قابل مع هذا المحل، كيبيع بلاكيور كيبيع العطورات. هذا لاتور بكم؟ هذا ما يحتاج، هذا 200 ملي.
كم سعر؟ أقل سعر والله في السوق، لأن يبيعوا 65. ما شاء الله. وعنده ما شاء الله موديلات حق الساعات. ساعات كلها كاملة. أمر ينظر إن شاء الله. المهم كيف كتب لكم هاد البلاصة؟ كتجونيش كتدخلوا مع الزنقة. شو هنا فكين حدا مركز قطر من هذا. المهم كيف كتب لكم هنا محلات ديال الذهب، كتجي شوية كاينة الزنقة كتدخلوا معاها.